يعني يا أنسة نسرين، يا أنسة نسرين، إذا هاي القضابير كانت هون على الطاولة ولا بالخزانة شو رح تفرق؟ ما الغرفة مسكرة وما فيها حدا. القضابير برات أوقات الدوام لازم تكون مصنفة ومرتبة بالخزانة، هذا هو الشغل المزبوط. بعدين ما بتحسب حساب لأي مشكلة ممكن تصير فيهم؟ مثل شو مثلا؟ ممكن أم صبحي هي عم تشطف مثلا توقعهم على الأرض وتبللهم، ممكن يصير حريق. ها على أساس يعني الخزانة مضادة للحريق؟ عموما الاستاذ زهير رح يوجه لك تنبيه خطي ورح ينحط بإدبارتك. لا تنبيه يا ستي، تنبيه تنبيه، عقوبة عقوبة. ايش هو قرار مجلس امن؟ سعره بسعر غيره. اهلي يا سنسرين. شو مبسوط؟ ممكن تدقق لي هاي المعاملة استاذ وائل؟ ايه بس بلاها كلمة أستاذ، يعني ما في داعي لأي الرسميات، نحن هون بالمديرية كلياتنا مثل الإخوات. مثل الإخوات؟ كيف أمك؟ أحسن الحمد لله. شلون تتجاوز الإشارة أصلا؟ جهان الديوان ويلي فيه، لولاكي كنت طلبت نقلي من زمان. ليكون عن جد حابك؟ اي وكيف بدي أعرف؟ ما هو يا عم يبعث لي بهالرسائل يا بده يعزمني على فنجان قهوة. شو لازم يعمل أكتر من هيك؟ لازم أقول لك صباح الخير بدي أتجوزك من باب الطاقة؟ ما بعرف، هو بصراحة أنا مالي مقتنع فيه. بتحسيه ما بيناسبني، أصلا ما بتحسيه خرج التزام. هذا طبعا إذا هو طلع بده التزام وما طلع بده يتسلى ويضيع وقت. وأنا هيك ومو خالصة، ما سمعتي سحر شو قالي؟ تعرفي؟ أنا مني ومنك بعطيه فرصة لأعرف شو بده. شو هالحكي؟ فرصة؟ فرصة شو؟ هبة، جهاد موظف مثله ومثلي، ولا إذا كان حليوة ولبيسة شوي بصير هو فرصة؟ ولا القصة عريس والسلام؟ امشي امشي. نيالك قديش مرتاح بالك؟ إن شاء الله ألف ألف مبروك. صحيح يعني ما عزمتينا، بس أنا عم أتأسف على حظي السيء. جهاد هي الزعبرة خليها لغيري. لا 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 لا، هيك رح أزعل منك. معقولة كل هالإعجاب تسميه زعبرة؟ إيه مو ناقصني معجبين، بعدين اللي بده يعجب فيني بده يكون على مستوى عالي. إيه صحيح، نسيان إنه أنت كبراني القصة معك. على كل إن شاء الله ألف مبروك. سلام. أهلين أماني. أهلين. هاي هاي حبيبتي. ها ليش ما خليتيني وقف معها؟ بتشبنا فيها هلا؟ ما شفتي جهاد واقف معها لهالكلبة؟ شو هالحكي؟ عادي ويوقف معها، شو المشكلة يعني؟ امشي نشرب قهوة عن صفاء. وائل؟ أيوة. بس هاي المعاملة لوين لازم تتحول؟ هاتي لشوف. ممكن ملاحظة صغيرة؟ تفضلي. هذا القميص مو لابق هذا البنطلون. ليكون حكي جهاد صح. يا أم صبحي أنا خايف على مستقبل نورة، يعني شغل بالمديرية والبيوت هذا الشيء مو منيح. يعني طلع بإيدي ساوية دكتورة وقلت لا يا أستاذ. شو مفكرة يعني؟ بس الأغنياء يلي بيقدروا يدرسوا أولادهم بالجامعات. شو بدنا نساوي؟ مغلوب على أمرنا يا أستاذ. أنت بتعرف ظروف البلد شلون صارت وظروف بيتنا. شو بها ظروف بيتكم؟ أبو صبحي عواطلي وما بيحب يشتغل. بعدين يا أم صبحي ظروف البلد صارت شماعة نعلق عليها مشاكلنا.
الحياة صارت صعبة يا أستاذ، والغلا كل ماله عم يزيد، والباقي أنت بتعرفه. أنا بدي إياك تفكري كيف تساعدي أولادك ليعيشوا حياة أحسن بكتير من اللي أنت عشتيها. إذا كان مشان المصروف أنا بوعدك إني أتكفل بدراستها من هلأ لحتى تتخرج من الجامعة، بس ما بدي حدا يعرف. الله يوجه لك الخير، كيف ما درت وشك يا حق. أستاذ وائل إذا بتريد. خير عن سنسرين؟ المعاملة بدها توقيعك بعد اذنك. اترك لي اياها لدقة. بس انت مدققة حتى اشوفها مبشر عليها على المسودة. ايه وبدي دققها مرة ثانية، شو المشكلة؟ وائل ناقصك انا؟ ما بكفيني؟ شو ساوي؟ روح ولا ما روح؟ والله ما لي عرفانة. تفضلي. أهلين. شبكي ليش هيك متلبكة وكأنه الشرطة عم تدور عليك؟ خلينا نمشي أحسن، بعدين بنحكي على التلفون. لك عادي يعني؟ ليش كلها؟ هي أول مرة بقعد مع شباب بكافيتيريا. أوف، ليش أنتوا بالعادة يعني وين بتقعدوا؟ ولا بمكان، أصلاً أنا هي أول مرة بحكي فيها مع حدا. شو مالك مصدقني؟ لا بس يعني مستغرب إنه بنت عمرها 24 25 سنة ما مرت بعلاقة خاصة، بعلاقة حب، إعجاب، طلعت هي وشاب على الكافيتيريا على مطعم. شو أنتي أماني يعني عايشة بحرم لك؟ لا مالي عايشة بالحرم لك، بس يعني ما صار وصادفت علاقة خاصة بحياتي. بفهم إنه بيئة أهلك محافظة؟ عادي، الحفلات والأعراس عنا مختلطة، والشباب والصبايا بيدبكوا سوا وبيحكوا مع بعض قدام أهليهم. طيب، يعني بهي الأعراس مثلاً ما تعرفتي لك على شاب حبيتي أعجبتي فيه مثلاً؟ جاوبتك، قلت لك إنه أنا ما مريت بولا علاقة خاصة بحياتي. بتعرفي يا ماني؟ يعني أنا كتير متعرف على بنات ملتقي فيهم وبالعادة بيحكوا نفس الحكي وبكون واثق إنه هني عم يكذبوا. مفتكرني عم أكذب عليك؟ بالعكس، المشكلة إنه أنا مقتنع إنك أنت عم تحكي الصدق. مشكلة؟ شو المشكلة إذا عم بحكي الصدق؟ المشكلة فيني مو فيكي. أهلا وسهلا فيكم، شو تحبوا تشربوا؟ شو بتشربي؟ ولا شيء. شو ولا شيء؟ ما بصير. جيب لنا 2 قهوة سادة. إيه تكرم عيونك. ايه جهاد ما فهمت عليك شو عم تقول؟ يبدو نوعية البنات اللي كنت عم بلتقي فيهم كانوا باتجاه واحد. جهاد ممكن تكون واضح معي؟ يعني أنا حابة أعرف شو في من وراء هالعزايم والرسائل كلها. على شو عم تدوري؟ والله ما بعرف شو عاملة بحياتي حتى تعاقبوني بالعيشة مع بانا بغرفة واحدة. شو ساوت بانا والله؟ فوضى طبعا ما عم تبطلها، صار لي ساعة عم دور على الأسيتون لشيل المانيكير وما عم بلاقيه. وجاي تدوري عليه عندي؟ لا حبيبتي، بدي استعير يلي عندك. ايه مو هون مو هون، شوفي بالدرج اللي على شمالك. لقيتي؟ لقيته. خدي حبيبتي، بس المهم لا تعصبي. بالله؟ قومي لكان ورجيكي الغرفة. طولي بالك طولي بالك. لك ليش هيك سحبتي لأختي؟ كمان انتي تعي شوفي. يو لوي.
شو بكم؟ شو في؟ بعدين ليش هيك واقفين مثل صف العسكر؟ لك ليش هيك الغرفة قايمة قاعدة؟ هلا كنت قايمة ضبة بس لخلص دراستي. سؤالي أنا أصلاً ليش هيك صارت؟ يعني إنه أنا ما بدي أخلص من الفوضى تبعك؟ يلا قومي ضبي، قومي قومي بسرعة، يلا قايمة قايمة يلا.